100 مليون دولار هفرج بيها كروب ناس كتيرة جدا، وحنتج بيها وحساعد بيها وابني بيها وعمل حبيبها كتير جدا، يعني احل مشاكل الناس بالعبيط. المحفظة عصبية، غسيل سناني، ولي بيبي لو غني وقبيح ممكن نعمله عملية تجميل، يعني ما بقول لك بتتظبط يعني. لا بصي، موضوع الماتيريال عمرها ما كانت مبدا في حياتي، بس اختار راجل بس، اصلا يبقى راجل الاول، ما كانش شوف غني ولا وسيم ولا قبيح، يبقى راجل بس. جي لو حبي، جينيفر لوباز دي عشقي من زمان جدا، من وانا صغيره يعني بعشق جي لو. اقول لهم كل سنه طيبين، ويا رب 2019 تبقى احسن من 8 اللي قبلها، لان الحمد لله رب العالمين 2011 ما شفناش خير. فكده ان شاء الله نسمي وندعي ونصلي كتير جدا، ويا رب. متفائله، بحاول اتفائل يعني، بحاول والله ان شاء الله.